السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تحت تلمسان وبالضبط في بلدية سبدو لنعرفكم على المستشفى الطب الجراحي الاستعجالي اللي راه يعني قيد الأشغال واللي تنتهت الأشغال به والآن راه قيد التجهيز في بلدية سبدو إذن بولاية تلمسان. وللعلم أنه هذه المستشفيات نتاع الطب الاستعجالي الجراحي، نعاود نأكدها ونقولها قلتها من قبل، هي مهمة جدا في العناية بالمرضى، يعني لا بريز اون شارج نتاع لي باسيون، خاصة يعني عندما تكون فيه حالة استعجالية نتيجة للحوادث يعني الفظيعة اللي راح يتصل على طرقاتنا، حوادث المرور. إذن هذه المستشفيات للطب الاستعجالي الجراحي مهمة جدا، حيث أنه فيه الفكرة هذه فيها فكرة رائعة نتاع تجميع كل الوسائل اللي يعني تكهن بالمرض، يعني لوديانوستيك، وكذلك كل الوسائل لإجراء الفحوصات و يعني لزاناليس وتحاليل في نفس المكان، ولتسهيل عملية نتاع لا بريز ان شارج دو باسيون. اذا شيء مليح ان شاء الله تتعمم هذه المستشفيات للطب الاستعجالي الجراحي في كل دوائر الوطن. واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.